مشروع قمح ولادنا بالنسبة لنا مشروع الحقيقة استراتيجي جدا، لأن طبعا زي ما كلنا عارفين القمح سلعة استراتيجية بالنسبة لمصر. اخترنا المشروع قمح ولادنا كان اختيار نابع من ان المشروع ده مشروع قومي وبيمس كل بيت مصري وكل فرد مصري. القمح ده هو حياتنا. بقينا نطلع انتاجية ربما ما حصلش قبل كده معانا خالص. يعني المرة دي يعني الحمد لله النتائج يعني كانت اكتر من ما احنا كمان كنا متوقعين، والناس مبسوطة جدا جدا. في استمرارية أكيد في المشروع على حسب ما اتفقنا مع كير، لأن ده مشروع هنتبناه لمدة 3 سنين، وبالتالي طبعا في استمرارية. بس كان مهم إن أول مرحلة نقوم المشروع وبرضه نتعلم منه عشان إحنا نطور من فكرنا. بحس إن المشروع ده كمان 3 سنين يمكن بدايته كان في فكر معين، يمكن نهايته يوصلنا لشيء أحسن بكتير من اللي إحنا ابتدينا عليه. أنا كنت برضه بتأمل كشركة أو كمدير شركة هنا في المنطقة ان احنا القطاع الخاص يبقى ليه دور اكبر في تنمية البلد الحقيقة، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. البلد محتاجة لكل جزء طاقة من كل واحد فينا، ان احنا نحاول كقطاع خاص نزود انتاجية البلد ونحقق نمو البلد بصفة عامة.